خطاب رئيس الجمهورية للأمة أمام البرلمان بغرفتيه قدم مؤشرات إيجابية وإنجازات هامة شملت كافة القطاعات. السيد الرئيس أتى بمحاور كبيرة مهمة، عملية تقييمية خلال إنجازات 4 سنوات، من أهمها هو الاهتمام بالجانب الاجتماعي. أولا ربما اهتمام بالجانب الاجتماعي خاصة بالناس اللي أنقذوا الجزائر من خلال أزمة كوفيد 19، بالجانب بالنسبة كذلك بالنسبة لمراجعة القوانين الأساسية من جهة، وكذلك مراجعة الجانب التعويضي لبعض المهام. قرار الرئيس تبون بزيادة الأجور مطلع جانفي القادم بهدف ضمان القدرة الشرائية للمواطنين كان من بين الوعود التي وفى الرئيس بتجسيدها، حيث ثمن الشعب الجزائري هذا القرار وأشاد به نواب البرلمان. زدنا في الأجور، زدنا في المنح، والتزمت على أساس أن الأجور، زيادة في الأجور بصفة عامة توصل إلى في بداية 2024 توصل إلى 47%، يعني اللي كان يخلص 3 ملايين واللي يخلص 5 ملايين و800 ولا 600. بالجانب الاجتماعي من اجل تحسين اولا القدره الشرائيه للمواطن، وذلك برفع الاجور. رفع الاجور كيف تمت؟ انها ربما من خلال اجتماعات السيد رئيس الجمهوريه في مجلس الوزراء كانت هناك قرارات حاسمه، قرارات مصيريه، قرارات يعني تشجيعيه للفئه العامله، للفئه الموظفين، لان عندنا حوالي اكثر من 3 ملايين موظف. من شان هذه الزياده في الاجور انها يعني تضمن العيش الكريم للمواطن، انها تضمن كذلك القدره الشرائيه للمواطن. هذا من كلها، لان السيد الرئيس يعني يصب دائما في الجانب الاجتماعي يعني كتجسيد لمبادئ اول نوفمبر. خطاب رئيس الجمهورية أبان من خلاله وفاءه بتجسيد التزاماته 54 منذ توليه سدة الحكم لوضع المواطن في أحسن الأحوال. التزام طرف الجمهورية أو الطبقة العليا المتوسطة بحاجة إلى هذه الإجراءات الكافية برفع نسبيا الغبن وتحسين نسبيا كذلك المستوى المعيشي، بالرغم من المعيشة وهي أزمة دولية، ولكن راح يقلل من المعاناة، وهذا تدخل في إطار تحيين رواتب الموظفين والعمال والطبقة العاملة في الجزائر. قرارات من شأنها إرساء تقليد دستوري وبناء الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة من خلال جهود رئيس الجمهورية التي بذلها من أجل بناء جزائر جديدة، مؤكدا أن سنة 2024 هي سنة للدفع بالجزائر لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الشعب الجزائري. إذن تحية الجزائر حرة أبية صامدة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي زاد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.